الاهلي دبي الاماراتي بالمسمى الجديد طبعا في هذا الموسم. لدينا كذلك استقلال طهران، هنا لدينا نيفالدو وفوفو، هدف اول، هدف اول اذا على طريق البرازيلي. نيفالدو يسجل اول الاهداف لمصلحه نادي لوكوموتيف بتمريره بينيه. المباراه تشاهد هنا الكره والتمريره من نيفالدو، وبعد ذلك التقدم في التسديده والهدف الاول الذي سجله اللاعب البرازيلي. في وقت الحديث عن الموسم الماضي، لانه في هذا الملعب واحده من اجمل مباريات دوري ابطال اسيا في الموسم الماضي كانت في هذا الملعب الموسم الماضي. جمعت نادي لوكوموتيف طشقاً للفريق الأوزبكي مع نادي التعاون السعودي. المباراة التي في دفاع الفريق الأوزبكي لا بد أن تستغل. نعم هناك ثغرات في دفاعات الفريق الأوزبكي، يا ترى هل تستغل هذه الثغرات أم أن للفريق الأوزبكي رأي آخر؟ تسدد البعود، الله، يا له من هدف، يا له من هدف من منتصف الملعب. الفريق الأوزبكي قادر على التسجيل وبالفعل سجل، ولكن هدف ليس كاي هدف. هذا الفريق الأوزبكي في وقت ضغط فيه الوحدة، حاول فيه الوحدة، شاهد الكرة، يا له من هدف في المباراة الأولى لمرحلة المجموعات لهذه البطولة. هنا أجمل الأهداف من المسافة البعيدة في وقت تقدم فيه حارس المرمى راشد علي، الذي ربما يسأل، نعم يسأل على هذا الهدف ويسأل عن هذا التقدم، لكن يا له من هدف. هذا الهدف الذي سجل الآن، الفريق الأوزبكي يحاول أن يسجل الثالث، هنا فرصة للثالث، وأتى الهدف الثالث، وأتى الهدف الثالث لمصلحة الفريق الأوزبكي. لوكوموتيف طشقاً في كرة وعرضية وتسديدة كانت من المدافع على ما يبدو، من المدافع بالخطأ، نعم من المدافع. هنا الرابع، هنا الهدف الرابع، نعم سجل الهدف الرابع لفريق لوكوموتيف. ساردو رشيدوف، رشيدوف عند الكرة، تقدم في اليمين رشيدوف والتسديدة، وهنا ماذا تفعل يا راشد علي في الكرة الماضية؟ تسديدة كانت يسارية والتسديدة كانت قوية من ساردو رشيدوف، لكن كان بالإمكان أن يتصدى لها حارس المرمى. كرة وصلت لها من الجهة اليمنى لمصلحة نادي لوكوموتيف طشقاً، بعد ذلك العرضية، الكرة بتعود مرة أخرى من الجانب الأيمن، شاهد المساحات والفراغات والرأسية، وهدف خامس، هدف خامس للفريق الأوزبكي الآن.